السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في اللي متابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. موضوعنا اليوم على هذا الجهاز بويرسكي RPN 6211 PS، يعني يوجد فيه مشكل، لا يشتغل فيه شيء. سوف نقوم بتوصيله بالكهرباء لكي نشاهد. يعني لا يشتغل فيه شيء. أول شيء نقوم به هو فتح الجهاز وبفصله عن الكهرباء. يعني بما أن يعني الجهاز لا يشتغل فيه شيء، يعني المشكل من علبة التغذية أو لامونتاسيون. أول شيء نقوم به هو القياس بالجرس على الفيوز، هل هو سالم أو يوجد فيه مشكل. الفيوز سالم، يعني الآن سوف نقوم بقياس الكهرباء. الآن سوف نقوم بقياس الكهرباء، سوف أوصل الجهاز بالكهرباء لكي نقوم بقياس الفولتيات. سوف أضع هذا في أي مكان، يعني في أرضي مكان 20 فولت، توجد يعني فولت 6 7، مكان 15 فولت لا يوجد شيء، مكان 3 فولت يوجد 1 فولت، مكان 5 فولت لا يوجد شيء. يعني علبة التغذية تخرج فولت قليل، يعني كما نعرف يعني جميعا بعد عدة دروس سبب يعني انخفاض الفولت يكون أما المكتف الصغير أو فوتوكوبلور أو هذا ترانزستور، ويمكن أيضا أن يكون أحد الديود، يعني يوجد يعني السيركوي أو تماس في أحد الديود أو المكتف. ماذا استنتجنا الآن؟ يعني علبة التغذية منقسمة إلى قسمين، يعني هنا من هنا هذا الشبر إلى مدخل الكهرباء يسمى مدخل الشبر، إلى هذا المكان خروج الفولت يسمى خروج، يعني مخرج الشبر. يعني مدخل الشبر يعني سليم، هذا المكان يعني سليم نوعا ما سوى هذا المكتف. الآن سوف نقوم بالبحث في هذا المكان هو الأول. أول شيء نقوم به هو سوف نقوم بالقياس بالجرس. سوف نقوم بالقياس بالجرس. سوف أضع على 20 مكان 20 فولت، يعني لا يوجد فيها الجرس، مكان 20 فولت، مكان 15 فولت، يعني مكان 15 فولت يوجد كوب سيركوي، يعني لدينا مشكل في هذا المكان 15 فولت، لأن قمت بقياسها من قبل يوجد فيها صفر. نقوم بقياس مكان 3 فولت لا يوجد فيها شورت، ومكان أيضا 5 فولت سالم، يعني لدينا شورت في مكان. ماذا استنتجنا الآن؟ يعني لدينا الشورت في مكان 15 فولت. أول شيء أقوم به هو فصل علبة التغذية عن كارت مير، وأقوم بتتبع مسار 15 فولت لكي أعرف مكان الشورت أو السيركوي. سوف أريكم من هنا، هنا توجد 15 فولت، هي هنا يوجد فيه السيركوي، كوب سيركوي في هاد الرجل، يعني ها واحد اي اثنين، نأتي الى هنا ها اثنين الثاني، يعني ها هي 15 فولت الى هاد الديود، هاد الديود ها هو يوجد هاد الديود كما تلاحظون، ها هو
يعني ها هو الديود خاص ب 15 فولت. سوف أقوم بقياسه. هل هو سبب المشكل؟ ها هو الديود، ها هو في هاد الديود يوجد الشورت. ها هو سوف أقوم، استنتجنا أن هاد الديود يوجد فيه الشورت. سوف أقوم بالقياس على المكتف الخاص ب 15 فولت. ها هو، هو أيضا يوجد فيه الشورت. ها هو يوجد الشورت في هاد المكتف، ها هو كما تلاحظون، وهاد الديود ها هو. سوف نقوم بقياسه من هاد المكان. ها هو سوف أقوم ب سوف أقوم بتغيير هاد الديود، أو سوف أقوم بنزع هاد الديود لكي أتأكد من هل هو سبب المشكل أم لا. ها هو سوف أقوم برفع أحد الأرجل. ها هو قمت برفعه، قمت برفع أحد الأرجل، وسوف أقوم بقياس مكان الديود. هل سوف يبقى الشورت أم لا، أم سوف يذهب؟ الآن الشورت يعني لا يوجد الآن كما تلاحظون، يعني هذا الديود هو سبب المشكل. سوف أقوم بنزعه وأغيره إن شاء الله، سوف يتم إصلاح المشكل. ها هو الديود، ها هو هاد الديود هو الذي فيه السيركوي أو كوب السيركوي. سوف أقوم بتغييره بآخر، سوف يتم إصلاح المشكل إن شاء الله. الآن سوف أقوم بتركيب لامونتاسيون أو علبة التغذية. سوف أقوم بقياس الفولت أولا، لن أقوم بتركيب يعني علبة التغذية مع كارت مير. أقوم بقياس الفولت لكي نتأكد هل تم إصلاح المشكل أم لا. بسم الله، مكان 20 فولت، ها هي الآن يعني توجد 17 فولت، مكان 15 فولت توجد 12 فولت 13 يعني ممتازة، مكان 5 فولت 3 فولت توجد 3.3 فولت، سوف أريكم، مكان 20 فولت توجد 17 فولت ممتازة، مكان 15 فولت توجد 12 فولت يعني ممتازة أيضا، مكان 3 فولت توجد 3.3 فولت. مكان 5 فولت، لدينا 5 فولت مقطوعة على ما أظن، نعم
لا توجد 5 فولت، أو الجهاز لا يشتغل بخمسة فولت على ما أظن. الجهاز لا يشتغل بخمسة فولت، يعني على توجد 3 ديال الديود، يعني 5 فولت، يعني 1 2، نعم يعني الجهاز لا يشتغل بخمسة فولت. سوف أقوم بتوصيله بالكهرباء. بسم الله، ها هو الجهاز الآن شغال. يعني الجهاز لا يشتغل بخمسة فولت، يشتغل بعشرين فولت وخمسطاشر فولت وثلاثة فاصلة ثلاثة فولت. يعني لاحظت أنه هنا توجد 5 فولت مكتوبة، ولكن لم تدرج في القائمة، يعني مكانها خاوي كما هو، مكان 5 فولت خاوي. لكي أريكم الديود الخاص بخمسة فولت، ها هو نضع الديود الخاص بخمسة فولت هنا والمكتف هنا، وسوف تأتينا 5 فولت. لهذا لا توجد 5 فولت، يوجد مكانها وحتى الخيط الخاص بها، ولكن الديود الخاص بخمسة فولت لا يوجد ومكتف. الآن تم إصلاح المشكل. هذا كل شيء. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.